فينيسيوس جونيور والعنصريه ضده، وايضا محمود تريزيجيه والعنصريه ضده. طبعا، وطبعا اللي حصل مع تريزيجيه صوره صادمه كابتن اسلام بامانه شديده. وطبعا انا كنت اتوقع إن... انا اسف يا استاذ محمود، انا كنت اتوقع وقفه اكتر من كده مع بس وقفه مخزيه. يعني انا كنت اتوقع من رد فعل من الاتحاد التركي والاعلام على المشهد لم يكن بالصوره هنا وهنا حتى في لم يكن وهنا ولا كأن هنا الغريب والله ولا هنا حتى يعني ما حدش يشغل يعني انا قلت انا مثلا تريزيجيه لازم يعني بعيدا عن ان هو لاعب نادي اهلي اتحاد الكره لا لاعب دولي لاعب دولي مهم جدا يا ما اعرفش هل اتحاد الكره بامانه شديد التصرف اللي حصل طبعا تصرف مخزي، واحنا عاوزين انه طبعا الـ 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 العنصريه البغيضه لما بتطل براسها وبوجهها القبيح بتعمل حاله من القلق. يعني شوف رد الفعل على حادثه فينيسيوس جونيور، وشوف الموقف الصعب على لاعب بيأدي يعني شكر لله على توفيقه في خلال المباراه، فيظهر من تصرف من لاعب غير مخسرها على الاطلاق، سلوك بامانه شديده والتصرف غير مقبول. انا توقعت انه الاعلام التركي والاتحاد التركي هيعمل حدوته وجايبون جابوا اللاعب واتكلموا معاه اللي عمل التصرف ومحاولات التبرير. لا، امر مخزي بامانه شديده، لم اكن اتوقع لانه تصرف صعب جدا في هذا من هذا السلوك وفي هذا التوقيت. لما تيجي تبص على واقعة فينيسيوس جونيور تلقى المشهد، نادي فينيسيا خد قرار النهارده المدرج بالكامل اللي صدر منه تصرف تم ظهر منعه مدى الحياه من دخول المباريات مستقبلا للفريق. بس اعتقد تحت ضغوط برضه، خلي بالك. لا، ما هو عاوز اقول لك على حاجه، هو نفسه اللاعب وانا ادين الحكم في تصرفه في واقعة طرده، الحكم استنى لغايه ما الولد انفعل. ليه؟ أيوة. الولد نفسه خرج على المدرج وحدد مين اللي شتمه. يعني عاوز اقول لك ايه، كان المفروض يتوجه هنا في اللحظه دي ان الحكم يستدعي المراقب والامن والمشهد لكن طبعا تصرف حارس مرمى فالنسيا كان غير غريب جدا. بص، تركوا الواقعه، اللعيبه احتكوا بيه، تحرشوا بيه، هو نفسه طبعا. عايز اقول لك على حاجه، شيء صعب جدا لازم بيحصل فيه انفعال. طبعا رئيس الاتحاد يعني رئيس الليجا قال لك احنا طلبناه قبل كده وعملنا جلسات عشان احنا اسبانيا عندها مشكله في الحدوده دي يا كابتن اسلام. في الفتره اللي فاتت كتير من اللعيبه تعرضت، يمكن افتكر كان لاعب برضه برشلونه وإتو يعني وصامويل إتو تعرض للمساله والقوا عليه موز وسوداني تصرفات كتيره جدا. فعاوز اقول لك ايه، برضه حدث مهم النهارده للاتحاد البرازيلي عن تضامنه مع اللاعب بتاعه وعامل مشكله في الامور كمان بس عاد. عاوز اقول حاجه، الحكومه البرازيليه طبعا لا، ما انا بقول المشاهد دي كلها بامانه شديده ولابد في قوانين رادعه لهذه المساله. ويمكن برضه في الدوري الانجليزي في حاجات كتير حصلت، والاتحاد والرابطه الانجليزيه خدوا بيها قرارات. يعني مثلا حصلت واقعه برضه في نادي توتنهام قبل كده برضه مع لعيب اعتقد افريقي عاوز افتكر بس الاسم، وخد برضه قرار بمنع الجمهور لمده 6 أشهر من دخول المدرج ده بالكامل بالتصرف. ليه؟ هناك يعرف يحدد يا كابتن سامي، يعرف يجيب لك المدرج، لانه كل مدرج كل حدوته عندهم امن خاص، عارف الاشخاص. فانا عاوز اقول لك حدثين، شوف المقارنه، شوف رد فعل موضوع تريزيجيه ومر مرور عابر ما حدش حتى يعني عل عليه نادر جدا، وشوف رد الفعل مع فينيسيوس جونيور كان عامل ازاي، والصحافه والنهارده المدير الفني بتاع برشلونه على تضامنه معاه وكل المدربين ماشي. لكن طبعا اكيد طبعا الليجا هيكون فيها قرارات في الفتره اللي جايه، فالنسي عمل قرار من ناحيته. اعتقد الاحداث دي كلها واقفه برضه من جانب الفيفا في الايام اللي جايه لمحاربتها بشكل او باخر. حدث بالفعل، وعلى فكره حضرتك واكدت لجمهورنا المحترم انه في واقعة فينيسيوس تم تصعيد الأمر وفي البرازيل. أول حاجة قلته إيه؟ اتحاد الكرة. أكيد خاطب الجهات المسؤولة زي وزارة الخارجية، فتصل الحكاية لرئاسة الجمهورية. هنا أصلا ما قالوش حاجة، هنا ما قالوش هنصفر واحد إذا كانوا حطوا فوز على بيت سنة، ما أنا بقول لحضرتك وبعدين شالوه وبعدين حطوه تاني. الأكثر خطورة إن في الأحوال اللي زي كده كان عليك أن تتقدم بأي مقترح للفيفا. دعم يا كابتن عصام، ما هو الدعم أولا، دعم للاعب، لازم يكون في دعم. أنا بقول لحضرتك الدعم ده، الدعم ده يبدأ وينتهي عند اتحاد الكرة، لكن كنت تخاطب الفيفا فورا. هذه العنصرية تجاهنا كعرب وأفارقة، ما أنت في القارة دي وأنت كبيرة يا أخي، أو بنفكرك إنك كبيرة، ما هم مش هياخدوا بالهم بقى، ما حدش فاضي. وبالتالي كان لابد أن تقترح، لأن الفيفا كان في حاجة ولا إيه؟ ما حدش فاضي، الحكايه ماشيه كده، الدنيا بركه يعني. وبالتالي انت لما تبص على المشهد تلاقي الفيفا عبر بعض اعضائه بدا يفكر ازاي الملعب نفسه يلغى
واذا تورط بقى لاعب يشطب طبعا يشطب يعني. طب اما من مقترح مصري للفيفا بانه مش هنسكت مش بس يقولوا له تعمل ايه، لا لابد ان نرى تصرف. انا مستغرب جدا من عدم الوقفه مع تريزيجيه، يعني يمكن احنا القناه الوحيده او البرنامج الوحيد اللي موقف مخزي يا كابتن اسلام، غريبه جدا. ما هو انت اصلا يا كابتن اللي بيحرك لابد من الوكيل العام يتدخل اللي هو خمس شارع الجبلايه، لكن صحيح. يتدخل في ايه وانت الحياه في اخر ما يمكن ان يكون عدم نظام ولا 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 ولا. انت بتتكلم النهارده عن الاهلي لديه مباراتين، الاهلي ده اذا كانوا مش فاكرين نفكرهم عضو جمعيه عموميه لديه مهمه افريقيه، حضراتكم يا خمسه شارع الجبليه اعضاء في هذه المنظومه، لحد فيكم خاطب الخارجيه عشان التاشيرات. وانا بقول لحضرتك انه اكتر من 100 اهلاوي كانوا عند السفاره والقنصليه اللي هي ادتهم ميعاد تاني يوم الماتش. الناس بتشتغل على ان هو ده اللي عندها. طب انت فين يا اتحاد تخاطب الاتحاد الاخر عشان يبدا التدخل لدى الجامعه المغربيه، ثم انت كاتحاد مصري تخاطب الخارجيه المصريه؟ هو الاهلي ده متروك كده في العراء يعني؟ هو الاهلي ده رايح يلعب مصارعه يعني، رايح يلعب ريست حاجه بره يعني اهتماماتكم؟ انتوا فين من القصه دي؟ انتوا فين من القصه دي؟ لماذا لا يذهب بمشجعين؟ مصر كبيره والتاشيرات تمنح، حتى لو جيت في المطار كمواطن عربي هتاخدها في المطار، بس ذكر يا اخي، مش هقول لك ان ده شغلك، مش جديده السفاره المغربيه، ذكر ذكر يعني. انا منتظر شيء الحقيقه من اتحاد كره القدم المصري، مش جديده يعني. لكن السفاره المغربيه عملت الكلام ده في الماتش اللي فات بتاع النهائي اللي فات، يا فندم ما هو ده كله بعد لما انت بتلفت النظر. لكن المفروض صاحب الحكايه واتحاد الكره اللي انت مشترك فيه كنادي اهلي، واعتقد بتدفع اشتراك وبيمثل